مصطفى البكوري احد اللاعبين البارزين في فريق رجاء موناكو، مرحبا بك على طونجي سبور. شنو يمكن لك تقول على المباراه ديال اليوم اللي جمعت الفريق ديالكم رجاء موناكو امام اجاكس طنجة واللي انهزمتوا فيه في اللحظات الاخيره بهدف لي صفر؟ تفضل سي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. كنقول المباراه كانت جد صعبه امام فريق اجاكس طنجة، وسيطرنا على المباراه ديال 90 دقيقه. اخر دقائق جات فرصه ان اجاكس طنجة وتم كانوا من الفوز في اخر لحظات، لكن اللي شفنا سي مصطفى والفريق ديالكم قدم مباراه جيده ان شاء الله نشكروا بعضنا ونكملوا هذا المشوار هذا نحققوا نتائج ايجابيه. مباراه قادمه ان شاء الله امام رجاء بوغاز فريق العنيد، وكنتمنى ان شاء الله نجيبوا 3 نقاط. مصطفى البكوري، انت كتميز بواحد الرجل اليسرى الساحره، ولاحظت بلي انك كتلعب في اكثر من مركز، طاير ايسر، سنترال، وسط ميدان، مهاجم، ديلانتيرو، واليوم ضربتي واحد الكره كانت جميله جدا، واحد اللقطه رائعه جدا، ولكن الحارس خرجها لك. اخر كلمه تهضر لي على هذه اللقطه هذه. ايوا تما كتجي في المباراه سي اشوك كتجي مع فهمتي مع المباراه كتجي في وسط المباراه ما تقدرش تعرف كيفاش حارس اجاكس طنجة ممتاز اخر. السي مصطفى شنو هي الامنيه ديالك؟ الامنيه ديالي ان شاء الله هي نطور زيد نطور ان شاء الله، ولما نلعب شي فرقه ان شاء الله على برا، وكنتمنى هذا العام ان شاء الله نصوم رجاء الحباب ان شاء الله تصوفه، لما لا نصوفه واخا 3 نقاط باقي مباراتي باقي موسم طويل جدا. شكرا سي اشوك. شكرا.